في مبادرة هي الأولى من نوعها عبر الوطن، احتضنت ولاية ميلا دورة تدريبية في ترويض الكلاب بمعايير دولية. ضمن هذه الدورة لاكتساب خبرة في نشاط هو يعتبر رياضي في مجال ترويض الكلاب، وجبنا خبير اللي كان متوافق على اللي عنده سيفي غني وثري اللي يقدر يفيدنا ويعلمنا، وإلى كتب ربي يكون لأول مرة يكون عندنا شهادات معترف بها. الدورة أطرها البطل العالمي لترويض الكلاب خالد بادي. مستقبلا الأهداف ديالنا إن شاء الله هو نوصلوا هاد الولاعة هادي للعالم، يعني كيف ما قلت لك بغينا هاد الدراري هادو ما كرهتش واحد النهار لقى إليف ديالي مشارك في بطولات عالمية. هاد راه حلم عندي، يعني ماشي يبقى داكشي متركز على خالد بادي ولا على ماروكان ولا تونيزيان ولا ألجيريان، بغيت يعني الدول العربية كاملين إن شاء الله يكونوا في بطولات عالمية. الدورة جلبت إليها 34 ولاية وسط ظروف تنظيمية محكمة. حقيقة المكلاش نتهضروا كاع في هذا التنظيم اللي كان في المستوى، نعاود نشكرهم على التنظيم وعلى السلطات المحلية اللي ساعدتنا كثير. باسكو الأولى في الجزائر باش نتعلم نزيد نطور المجال تاعي ديفلوبي الخدمة تاعي في ترويض الكلاب. نزيد هنا ونتعلموا فايس وكذا باه نطلعوا من المستوى تاع الرياضة هذه رياضة ما لقاتش اهتمام هنا في الجزائر. وكاين الناس بذلت مجهودات كما سي عصام رئيس الجمعية الجزائرية لتربية الكلاب، وكان بزاف ناس بذلوا كثير من المجهودات باش يطوروا هذه الرياضة. أردنا أن نتعمق أكثر في هذه الرياضة حيث أنها لم تصبح مجرد تربية من أجل التربية، بل أصبحت رياضة مثل رياضة كرة القدم أو غيرها، فأردنا التقدم في هذا المجال بخصوص تدريب كلابنا ومستقبل المشاركة بها في المسابقات. مصالح الحماية المدنية اغتنمت الفرصة عن طريق عناصر الفرقة السينوتقنية للبحث والإنقاذ بالكلاب المدربة من أجل اكتساب خبرات تفيد في إنقاذ الأرواح.